مساء الخير، أنا دكتور أحمد المهدي، مدرس جراحة الأوعية الدموية في كلية الطب جامعة حلوان. أنا هتكلم النهاردة عن دوالي الساق. طبعا دوالي الساق ده واحد من الأمراض الشائعة، موجودة عند ناس كتير جدا بالذات في سن الشباب، بيتواجد معاهم ليه عوامل كتيرة جدا. طبعا الدوالي دي أنواع، اولا بيبقى فيه الشعيرات الدمويه اللي هي الصغيره اللي بتبقى طالعه في الرجل، ودي عاده بتتواجد عند البنات وعند الستات لاسباب هرمونيه، وبتزيد معاهم مع العمر والوقفه والحمل، وطبعا عوامل وراثيه اللي بتفرق ما بين فرد والاخر. ودي ناس كتيره جدا بتفتكر ان دي الدوالي. طبعا دي تختلف تماما، دي كلها اكترها شكل بس. الدوالي ده مرض آخر، ده هو الوريد الرئيسي السطحي أو أفرع منه بتتضخم في الرجل، وده بيجي دايما في سن الشباب، بيزيد معانا مع العمر. عوامله كتيرة جدا، أهم عوامل فيها الوقفة والوزن، كمان ليه عامل، والعوامل الوراثية. طبعا بنلاقي الدوالي دي موجودة في مهن كتيرة، من المهن اللي هي دايما صحابها بيبقوا واقفين، بنلاقي الدوالي بتتضخم. الدوالي بالنسبة للمريض هي طبعا شكل. المشكلة في الدوالي دي انها لما بتزيد مع المريض مع بقية حياته بتبتدي تتضخم، بتبتدي تسبب مشاكل اللي هي تغير في لون الرجل، القرح الوريدية، وقد تؤدي الى الجلطات السطحية في الأوردة. الدوالي مرض علاجه هين جدا، علاجه سهل. طبعا احنا الوقاية هي اهم حاجة في الاول، بقى بيبقى فيه ادوية مقوية للاوردة، والشراب الطبي طبعا ده من اهم العوامل اللي بتقلل زيادة الدوالي اللي موجودة وبتمنع ان هي تتكاثر. بيجي بعد كده الدور الجراحي. الدور الجراحي ده كان زمان اللي هو الجراحة التقليدية اللي هي استئصال وربط الدوالي. بعد كده ظهر حاجات جديدة اللي هي التردد الحراري، الليزر، وده تداخلي، بجراحة تداخلية بأساطر، وبنحرق الوريد داخليا. والنهاردة بقى التدخل الجراحي للدوالي أيا كانت الطريقة، تدخل سهل جدا، بيبقى عملية يوم واحد والمريض بيروح وبيكمل حياته بعد كده. ولازم طبعا نصيحة ضرورية هي ان الشراب الطبي ده جزء مهم حتى بعد العملية للوقاية من ان الدوالي تتكرر تاني. شكراً.